السلام عليكم عزيزي المشاهد. اليوم سوف نتكلم عن مدينة بغداد. بغداد مدينة عراقية وعاصمة جمهورية العراق ومركز محافظة بغداد. وبغداد تعتبر أكبر مدينة في العراق وثاني أكبر مدينة في الوطن العربي بعد القاهرة، وتأتي بالمرتبة 40 عالميا من حيث عدد السكان، وتعد المدينة المركزية الاقتصادية والإدارية والتعليمية في الدولة. تاريخيا، بناها الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور في القرن الثامن الميلادي واتخذها عاصمة للدولة العباسية. أصبح لبغداد بعدها مكانة عظيمة، فكانت أهم مراكز العلم على تنوعه في العالم وملتقى للعلماء والدارسين لعدة قرون من الزمن. ونظرا لموقع العراق وبلاد ما بين النهرين ومركز دجلة والفرات، فكان للعراق عدة عواصم متتابعة ابتداء من بابل القديمة إلى سلوقية الإغريقية وطيسفون الفارسية التي تسمى بمدائن كسرى، ثم بغداد العربية حاليا. وصلت مدينة بغداد ذروتها في عصر الخليفة العباسي الخامس هارون الرشيد، وارتبطت باسمه في روايات كثيرة، حيث بادت عاصمة العالم القديم. وقد فقدت هذه المكانة منذ عام 1258 عندما غزاها المغول. ومع حلول بدايات القرن السادس عشر تبادل الصفويون والعثمانيون السيطرة على المدينة، حتى انتزها العثمانيون أخيرا في عام 1535 ميلادية، فظلت تحت حكمهم قرابة 4 قرون. وفي عام 1917 سيطر الإنجليز على المدينة، وقد خضعت كمعظم مناطق العراق الأخرى تحت الانتداب البريطاني، ثم أصبحت عاصمة للمملكة العراقية عام 1921 بانتخاب الملك فيصل الأول ملكا على العراق. تكمن أهمية موقع بغداد الجغرافي في توافر المياه وتناقص أخطار الفيضانات، فإن نهر الدجلة يخترق مركزها لينصفه إلى جزئين هما الكرخ والرصافة. تمتاز بغداد بأهميتها الثقافية التي تتمثل بوجود عدد كبير من الصروح الهامة كالمدارس والمتاحف والمكتبات وكثير من المناطق الأثرية وبقايا من سور بغداد القديم ودار الخلافة والمدرسة المستنصرية، إضافة إلى أن بغداد كان لها أسماء عدة منها المدينة المدورة والزوراء ودار السلام. كما ذكرنا سابقا أن بغداد تم بناها في العصر العباسي الأول. بنيت بغداد في العصر العباسي بين عامي 762-764 ميلادية من قبل الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور، وسماها مدينة المنصور وجعل أهلها 4 أبواب، هي باب خراسان وكان يسمى باب الدولة، وباب الشام، ثم باب الكوفة، ثم باب البصرة. وكان المنصور قد اختارها لها هذه البقعة من على ضفتي نهر دجلة. إن بغداد تحوي على كثير من المقامات الدينية، نذكر منها مقام موسى الإمام الكاظم ومحمد الجواد في الكاظمية، ومقام أبي حنيفة النعمان، ومقام عبد القادر الجيلاني، وجامع الخلفاء، وجامع الحيدر خانة. أظهرت التنقيبات الأثرية أن بغداد كانت في فترة ما موطنا بشريا مهما لكثير من الحضارات القديمة، واختلف العلماء في أصل تسميتها، فهناك آراء متضاربة حول هذا الاسم. ومن هذه الأسماء المختلفة والآراء المختلفة نذكر منها، هناك من يقول أن كلمة بغداد أصلها أكدي، أي بمعنى معسكر بعل، أو أنها كلمة محرفة من بعلداد أي إله الشمس. وهناك رأي آخر يقول أن أصلها هذه الكلمة تعود إلى الكندلانية الآرامية بيل داد، بيل بمعنى الإله وداد بمعنى الفتاك. ويؤمن أصحاب هذا الرأي بأن الملك الكلداني نبوخذ نصر انتصر في بغداد وخلد هذا الانتصار ببناء مدينة تحمل اسم ذاته. أما الرأي الآخر فهناك من يقول أن أصلها آرامي. يرى الباحث السرياني يوسف غنيمة أن أصل كلمة بغداد هو بغداد، وبغداد لفظة آرامية مكونة من مقطعين وهما باء وهي كلمة مقتضبة تعني البيت، وكداد أي الغنم أو الظأن، وبذلك يصبح المعنى بيت الغنم أو بيت الظأن. وهناك رأي آخر من يقول أن كلمة بغداد تعود إلى الأصل الكاشي، أي بمعنى عطية الإله. وهناك رأي آخر من يقول أن أصل كلمة بغداد فارسية، وهي مشتقة من كلمة باغداد،
وهو اسم بستان أسسه الملك الفارسي كسرى أنوشروان الذي حكم العراق، وأكد على هذا الرأي ياقوت الحموي صاحب معجم البلدان، ويرجح أنها تعني عطية الملك. وحسب الآراء الأخرى لعلماء الآثار يؤكدون أن كلمة بغداد وردت بصيغتي بغدادو وبغدادا، وهي تعود إلى وثيقة تم العثور عليها أيام الحكم الملك البابلي السادس حمورابي الذي حكم خلال الفترة بين 1792 و 1950 قبل الميلاد. وأيضا عندما عثروا العلماء على حجر يسمى حجر حدود التي يعود تاريخه إلى عهد الملك نازي مرتاش، وأيضا وردت كلمة بغداد بتلك الطريقتين في نصوص الملك الآشوري ناراري الثاني والملك تكلات بولسر الثالث وسرجون الثاني. وعلى اختلاف الأسماء والمسميات فتبقى بغداد مدينة عراقية. وأول من ذكر دار السلام على مسكوكاتهم ألا وهي الخلافة العباسية، فقد سك العباسيون كثير من نقودهم في مدينة السلام. وقال عنها ابن بطوطة عندما دخل مدينة بغداد: مدينة دار السلام وحضرة الإسلام ذات القدر الشريف والفضل المنيف، مثوى الخلفاء ومقر العلماء. وأخيرا وليس آخرا أترككم عزيزي المشاهد مع هذه الدقائق الأخيرة مع بعض المسكوكات التي تحمل مدينة السلام وبعض الصور من الأرشيف الماضي عن دار السلام. وأدعو الله سبحانه وتعالى إلى أهل العراق وإلى مدينة السلام بهذا الدعاء الجميل: اللهم لك الحمد منزل الآيات مجيب الدعوات كاشف الكربات الفتاح بالخيرات مالك المحيا والممات، اللهم احمي العراق وأهل العراق ومدينة السلام. وأخيرا وليس آخرا أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكما ترى عزيزي المشاهد الكريم، هذه القطع التي تعود إلى التاريخ الجميل من العصر العباسي، وهذه المسكوكات تعود إلى الخليفة هارون الرشيد، وجميع هذه القطع من الفضة من فئة الدرهم، وقد تم سك هذه القطع في مدينة السلام في سنين مختلفة، منه ما تم سكه في سنة 191 و 192. هذا الدرهم تم سكه سنة 190 للهجرة في مدينة السلام، وهذا الدرهم تم سكه سنة أيضا 190 للهجرة. وهناك سنين مختلفة هذا الدرهم قد تم سكه في مدينة السلام سنة 187. فهذا هو الإرث الجميل والتاريخ الجميل إلى الحضارة العباسية والعصر العباسي في ذلك الوقت، تاريخ جميل وحضارة رائعة تعود إلى بلاد ما بين النهرين. أرجو أن هذه الحلقة قد نالت إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.